خير، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من 60 دقيقه، كل دقيقه تفرق. حلقه الجمعه 2 يوليو 2 يوليو 2021. بس 2 يوليو يعني لازم نقف ونفتكر يا ترى يوم 2 يوليو 2013 كان كل واحد فينا عامل ازاي واحنا قاعدين مستنيين في الميادين وفي الشوارع وبنطالب القائد العام للقوات المسلحة وقتها الفريق عبد الفتاح السيسي إنه هو يستجيب للشارع ويستجيب لنداء الملايين والهتاف انزل يا سيسي. حلقة في ليلة القرار أو ليلة أو ليلة ذكرى القرار. القرار اللي مش بس غير مصر ونقل مصر نقلة بعيدة لقدام، لا ده قرار غير مصير منطقة كاملة. ومش هبالغ لو قلت إن هو غير توازنات السياسة الدولية نفسها. في حلقة النهاردة عندنا تفاصيل كتير قوي هنتكلم فيها عن القرار وعن شكل المنطقة